ما فيش شك ابدا ان القمح بيعتبر محصول استراتيجي، يعني هو مش مجرد محصول زراعي والسلام. عشان كده الحكومة بتنفذ خطة في الفترة الحالية بتستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 51% اللي هي موجودة دلوقتي لتصل إلى 65% خلال عام 2025. يا ترى ده هيتحقق إزاي وإيه هي ملامح هذه الخطة؟ ده سؤال بطرحه على ضيفي دلوقتي دكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية. مساء الخير يا دكتور. عندما استاذ مساء الخير على كل السادة ومشاهدي قناة إكسترا نيوز. أهلا بحضرتك. يعني الاهتمام بالقمح ده على فكرة موضوع في غاية الأهمية، إيه بقى أبرز محاور خطة رفع نسبة الاكتفاء الذاتي؟ حضرتك يعني زي ما حضرتك كده قلتي، إحنا رؤية مصر 2030 اللي هي بتنقسم إلى 2025 و2030، إحنا في 2025 مستهدفين 65% زي ما حضرتك قلتي اكتفاء ذاتي من القمح. طبعا احنا ده بيتأتى من خلال اولا استخدام الاصناف الجديده. هو احنا عندنا ثلاث محاور رئيسيه اللي هي التوسع الافقي والتوسع الراسي وتقليل الفاقد. طيب التوسع الافقي اللي هو زي ما احنا شايفين كده الجهود الحثيثه لفخامه رئيس الجمهوريه بزياده رقعه الارض المنزرعه زي ما شفنا 1.5 مليون فدان والدلتا الجديده والمساحات اللي بيتم فيها استصلاح مناطق جديده تدخل في زراعه القمح والمحاصيل الاخرى لرفع نسبه الاكتفاء الذاتي. اما المحور الثاني اللي هو استخدام الاصناف الجديده اللي هو التوسع الراسي اللي هي ذات انتاجيه اعلى او تحقيق اكبر انتاج ممكن من وحده المساحه والمياه. طبعا احنا في تحدي كبير ان احنا عندنا نقص في المياه، فاحنا استنباط الاصناف الجديده اللي هي عاليه الانتاجيه موفره للميه. طبعا زي ما احنا عارفين ان احنا وصلنا في القمح الى المساحه السنه دي كانت 3.418 مليون، ما احنا مستهدفين في 2025 الوصول الى 3.5 مليون فدان ووصول الانتاجيه الى 3 طن للفدان اي حوالي 21 اردب. طيب ده هيدينا احنا طبعا محتاجين لتغطيه رغيف الخبز المحلي الى حوالي 9 ل 10 مليون طن قمح. طيب احنا فعلا مقتربين بنسبه 100% من تحقيق الاكتفاء الذاتي من توفير رغيف الخبز. طب امال بقيه ال 16 او 17 مليون طن اللي بنستهلكهم سنويا دول بيروحوا في الصناعات القائمه على القمح زي صناعه المكرونه والبسكوتات وغيرها. طيب احنا السنه دي في توجه، يمكن شفنا فخامه رئيس الجمهوريه في افتتاح سايلو فودز الجديده، واحنا بنستخدم بقى في حاجه اسمها قمح المكرونه. ده او قمح الديورم ده نفس الطعم يعني ولا ايه؟ ده احنا عندنا القمح نوعين، قمح خبز اللي هو الطري والقمح الصلب اللي هو بيستخدم في صناعه المكرونه، بيستخرج منها ماده السومولينا وبيدخل في صناعه المكرونه. طيب احنا عندنا السنه دي بنقدم للشعب المصري ثلاث اصناف جديده من القمح، بدانا السنه اللي فاتت في اكثارهم وتوزيعهم، هم ساعه 95 ومصر 3 دول اصناف قمح خبز، وبني سويف 7 ده صنف قمح مكرونه. طيب احنا طب في خلال لحد 2030 مستهدفين استنباط اصناف جديده، في 2025 هنستنبط او هنسجل صنفين او ثلاث اصناف جديده، في 2030 هيكون سجلنا خمس اصناف جديده. طبعا يعني ايه خمس اصناف وثلاث اصناف؟ طبعا حضرتك لما نقول ان الصنف بيستنبط في 10 12 سنه يقول قد ايه الجهد الذي يبذل لاستنباط هذه الاصناف. احنا عندنا حوالي 16 صنف من اصناف القمح، احنا مع اقتراب موسم زراعه القمح والاستعداد للموسم الشتوي بنطالب اخواننا المزارعين الالتزام بالسياسه الصنفيه التي يضعها معهد بحوث المحاصيل الحقليه، بمعنى ان انا دايما كل سنه بيبقى عندي مجموعه اصناف جديده بدخلها وفي اصناف جديده بتخرج من السياسه الصنفيه، بمعنى ان في اصناف احنا دايما عشان نوصي باستخدام الصنف يجب ان يكون عالي الانتاجيه مقاوم للامراض، فاحنا احيانا بتنكسر مقاومه بعض الاصناف للاصابه وتصاب بالصدى للفطريات. موضوع الاصابه ده يا فندم متكرر تقريبا حصل السنه دي لبعض المزروعات.
لا احنا الحمد لله ما فيش عندنا حاجه في القمح الحمد لله. كانت السنه اللي فاتت كانت سنه مثاليه لانتاج القمح. فما احنا بيحصل ايه بقى لما بيحصل اصابه؟ احنا بنقول ايه للمزارعين؟ احنا مش ضد اخواننا المزارعين، بنقول له احنا دلوقتي في بدايه الموسم الجديد التقاوي متوفره، خد التقاوي من المصدر الموثوق به، كمان ما تستخدمش بتساعدوهم يعني علشان ده ما يحصلش. بشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات دكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقليه.